يعني. فنتوسم ابتداء من مباراه بكره للنادي الاهلي ونادي اسوان ان شاء الله. 3 هتبقى المباراه الساعه 3، هنكون مع حضراتكم هنا في تمام الساعه الواحده ظهرا، هنكون مع حضراتكم ساعتين ما قبل المباراه وان شاء الله ساعتين ما بعد المباراه. كابتن محمد الحنفي، بكره عندنا مباراه مهمه جدا كلنا، بالمناسبه كابتن محمد الصباحي بنثق فيه، كابتن محمد الحنفي بنثق فيه، كل الكباتن اللي موجودين هايلين، ما عندناش مشكله، وشخصيات محترمه جدا انا اعرفهم بشكل شخصي، لكن في النهايه كل اللي انا بطلبه هو حق النادي الاهلي في العداله التحكيميه. حق النادي الاهلي في العداله التحكيميه، والعداله التحكيميه على ال 18 نادي. النادي الاهلي وال 17 نادي اللي معاه. مش انديه او انديه، لا. لا، كل الانديه. من المفترض ان تكون هناك عداله تحكيميه لكل الانديه. انا اسف ان انا يعني كنت منفعل في الـ في الـ في الـ في السيجمنت ده او في الجزء ده، لانه الحقيقه مش لسه بدري قوي على نهايه الدوري. الدوري لسه تاني اسبوع وبنتكلم في تاني اسبوع واحنا كسبانين 4. لو حضراتكم تاخدوا بالكم الفرحه كانت طاغيه علينا في مباراه بعد مباراه الانتاج بسبب فوز النادي الاهلي والاداء الجيد، ولكن في وسط هذه الفرحه انا قلت لكم يا جماعه، واتكلمت مع الكابتن سمير عثمان اللي كان ضيفي في ذلك الوقت، قلت له يا كابتن سمير ازاي ما تتحسبش دي؟ قال لي خطا. قلت له طب خطا قولوا لنا العقاب ايه؟ طالما بتعلن لجنه الحكام ان افضل حكم في الاسبوع هو جهاد جريشه، ما اعرفش هل الخبر ده صحيح ولا لا. صحيح؟ طيب في الموقع الرسمي للاتحاد بتقول ان الكابتن جهاد جريشه، طب ما تقول لنا الكابتن صباحي خد ايه؟ وقول لنا الخطا اللي عمله الكابتن صباحي ده هيتحاسب عليه ازاي؟ والكابتن محمد عادل الاخطاء اللي عملها في المباراه ديت هتعمل فيها ايه؟ والكابتن جهاد جريشه اعتبرته انت احسن حكم في الاسبوع، تمام. قول لنا طيب ضربه الجزاء بتاعه النادي الاهلي في الانتاج ما اتحسبتش ليه؟ في كاس السوبر ما كانش الكابتن، في كاس مصر ما كانش الكابتن جمال الغندور. فكابتن جمال من فضلك زي ما بتعلن افضل حكم اعلن لنا اسوا حكم، واعلن لنا كجمهور النادي الاهلي لماذا لم يتم احتساب ضربه جزاء لمصلحه النادي الاهلي صحيحه 100%. ده حاجات غريبه جدا. وتاني يوم حتى في مباراه بيراميدز وطنطا كان هناك بعض الاخطاء. مباراه الزمالك والمقاصه حدث ولا حرج. اللي عايز يطرد ما يطردش، وسوء السلوك ما يتعملش، وحاجات غريبة جدا بتحصل، وضربات جزاء لم تحتسب الأخطاء بالمزاج. الأخطاء زي ما انت عايز تقول. فجماعة من فضلكم كل ما نطلبه العدالة التحكيمية.